لا تصل سيارات الإسعاف إلى هنا ويعاني المرضى الأمرين في الحالات الطارئة، لكن مبادرة خيرية وفرت كرسي متحرك ونقالة نوهت إلى مشكلات يعاني منها حي ردفان بالمعلا، حيث تزدحم المنازل في منحدر شاهق على جبل شمسان. كنا ما فيش نقالة، ما فيش جاري، كنا نعاني الكثير، حملة بالمريض وصعب التنزيل وصعب التطليع. الآن بعد فضل الله تعالى لما توفرت النقالة والجاري الحمد لله. بالرغم من قرب الحي من ديوان المحافظة إلا أنه بعيد عن اهتمام السلطات، ويشكو المواطنون من غياب مختلف الخدمات، فكلما صعدنا يزداد الطريق عورة ولا يصل الماء لأغلب السكان. نحن ساكنين بالجبل، ما فيش ماء ولا كهرباء ولا طريق، تعب تعب طلع نزله الجبال. طريق ومياه وكهرباء خدمات أساسية ينغص غيابها الإطلالة الجميلة على أجمل الشواطئ وأعرق الموانئ في العالم. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.